مرحبا شباب، اليوم عطلة السبت، راح اروح اشتغل عمل تطوعي. اي هاي هولندا هولندا يا هاي. وين كنت؟ راح اروح اشتغل عمل تطوعي ببناية يسكنها اطفال مرضى العوائل، فشركتي واشخاص اخرين راح يروحون يساعدوهم، يرتبوهم الحديقة ويسوي لهم فيراندا، وراح تشوفون انت الفيلم. مثل ما شفتوا المسافرين قليلين لان اليوم عطلة، والناس اليوم يباتون بالبيت وينامون للظهر، بس اليوم أنا رجحت أسوي عمل تطوعي لأن أعرف قيمته كل شوية يم الهولنديين. Ready؟ Yeah. Helemaal klaar voor? Ja. Had je nog meer schep? Die staan daar. Wat is het hier geruisloos stil? Is het zweet? Dat is verdampt. I think it's a blessing if you don't speak Chinese when you work with Chinese, because then it's like a waterfall the whole day. I worked for 7 years in a Chinese company. Uh-huh. I was the only Dutch guy. I did everything in Dutch, so. I think a bit more from here, and then it's fine.